بعيدا بعيدا في أقصى الغابة يعيشون ويلعبون. نحن وسنمر زرق أحبة نسفر كل الأشياء. لكن هناك خطر في كل مكان، فشلشبيل يلاحق السنافر. سأمسك بكم حتى لو كان هذا آخر عمل في حياتي. إذا نجح اختباري الجديد على بذور الشمام سنسنفر قريبا يا فلاح ما يكفي من الثمار لإطعام القرية كلها لمدة السنة. إن كنت محقا بابا سنفور سيعوض هذا عن توت السنافر الذي لم ينمو. أنا أكره الشمام. يمكنك إذا إعطاء حصتك لأكول. أنا أكره أن أعطي أيضا. أترون كيف قمت بالعمل يا سنافر الصغار؟ طبعا يا بابا سنفور. بابا كسلان منذ الآن. يبدو أنه كذلك. بابا سنفور دعنا لن نضيع الوقت. علي العودة إلى القرية، لكن غضبان وغبي سيساعدانك. وماذا أفعل بكسلان؟ أدره على بطنه في حال على شخيره. أنا أكره الشخير. لا 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 لا. عجبا، هل تسنفرون هذا؟ ها هي واحدة وأخرى وأخرى. إنها تسنفر في كل مكان. يا لسنفر العجيبة، إنها تتجه نحو توت السنافر. توقفي أيتها النبتة، أنا أمرك بذلك. كم هذا غريب، نبتة تشخر. النجدة أفاعن. هذه النبتة تشخر بصوت أعلى منك. لا 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 لا. لقد جنت النبتة. أكره النبات. لا أسنفر عيني، نبتة من شمام السنافر. لابد من أنني سنفرت هذه البذور كثيرا. انتبهوا يا سنافر من النبتة. توقفي أيتها النبتة، قلت لك أن تتوقفي. أنا أكره النبتة التي تشخر. جميلة. فلاح، لا يمكننا سنفرة هذه النبتة. أنا سأسنفرها، أنت أعد كسلان إلى القرية. مرحبا. فلاح، أين أنت؟ أنا هنا في مزرعتي، من يتكلم معي وأين أنت؟ معك شاطر، أنا في القرية. هذا مذهل حقا. شاطر، هل تسنفر تحت هذه النبتة في مكان ما؟ تعال يا قوي، أحتاج إليك. هولا، أكلت النبتة شاطر. أصمد يا شاطر، سوف أسنفرك. قوي، لاقني في بيت بابا سنفور. لابد من أنني أسنفر. شاطر، قوي، أين أنتما؟ نحن هنا بابا سنفور. أين بالتحديد؟ خلفك. ها أنتما، علينا أن نفعل شيئاً بخصوص هذه النبتة وبسرعة. حالاً بابا سنفور، سننادي بعض السنافر ونقطعها. في الواقع نحن نحتاج إلى ثمارها، لكن يبدو أن هذا الاختبار خرج عن سيطرتنا. أنت عبقري بابا سنفور، كيف فعلت ذلك؟ في الواقع كنت أكلم فلاح. سنفور فلاح في مزرعته. هذا مذهل بابا سنفور، هذا الاختراع مسنفر للغاية. سأدعوه بهاتف السنافر. هاتف السنافر. أيها الطفل سنفور، قريبا جدا ستتمكن من التكلم إلى كل سنافر العالم. لا تكن سخيفا حالم، يعيش كل سنافر العالم في هذه القرية. عجبا، أرى أن اختراع شاطر سنفر جيدا. لو طلبت رأيي بابا سنفور، أرى أن المنظر بشع للغاية. كل هذه العواميد والنباتات تحجب جمال السماء.
والآن أضيف قطرتين من مسحوق الياقوت بحذر شديد. أوه، هذه مواد مكلفة يا هلهول، لكن أمي تقول إن السنافر يحبون رائحة هذا المسحوق. سنفورة، أنا منسجم، لقد سمعت ما قلتي. هوي، سنفر هذه النبتة إلى هنا. نعم. أوه، هذا أنت؟ لوهلة اعتقدت أنني سمعت صوت هؤلاء السنافر. حان دوري بابا سنفور. السنافر؟ نعم. اسكت أيها الغبي، ستخيفهم. كنت محقا، لا يستطيعون مقاومة الرائحة. يا للسنفرة، حان دوري. لقد وقعوا في الفخ، لن تصلوا إلى سطحي. اذهب وأدي الكسلان على بطنه. سأقوم أنا بذلك بابا سنفور. عجباً، ماذا لدينا هنا؟ نوع من الأنفاق الخاصة؟ هذا عمل ذكي بالنسبة إلى مخلوقات غبية. غبي؟ من عدت بالغبي يا مفكر؟ أنا لم أقل شيئاً. أمسكت بك، أتساءل كم عددهم؟ هل هذه إحدى مزحاتك الثقيلة يا مازح؟ أوه، فهمت، إنه نفق متكلم. هذه النبتة فارغة، ولابد أن الأصوات تأتي من إحزر. من أين هلول؟ من قرية السنافر يا غبي. هاتف السنافر هذا قد أصبح سخيفا جدا، بالإضافة إلى أن الضجة تصيبني بالجنون. بابا سنفور، هل لي أن ألفت انتباهك إلى واقع أن السنافر يمضون يومهم يدردشون على الهاتف ويهملون واجباتهم المنزلية؟ ما يقلقني أن موعد خيرونة الطفل سنفور قد حان، ولا يمكنه النوم وسط كل هذا الضجيج. منسجم، اعزف لحن هدهدة وافعل هذا بصوت عال. اسمعوني جيدا يا سنافر، كل هذه الأحاديث تمنع الطفل سنفور من النوم، كما وتسبب لي ألما في الرأس. لذا اسمعوا كيف ستستخدمون الهاتف من الآن وصاحبا. تابع الحديث يا بابا سنفور. هل لاحظت هلول أن صوته أصبح أعلى؟ هذا يعني أننا اقتربنا، وإلا قطعنا له نبتته. كل شيء مسنفر. كسلان، إذا سمعتك تشخر مرة أخرى سوف... سحقا لهذه الأشواك الغبية، وسحقا وسحقا أخرى. أي سنفور يستخدم كلمات سيئة سنقطع له نبتته، هل هذا واضح؟ أنا أعتذر. تعني أن مغرور يريد سروالا واسعا؟ يا عامل الهاتف، عندي اتصال طارئ لسنفور. أعتذر يا أكون، لكن الخط مشغول. أعتذر يا مغرور، انتهت دقائقك الثلاث، يمكنك إجراء الاتصال أكون. مفكر، خلت أنا دوري أنا بعد مغرور. أوه لا، ليس دورك بل دوري أنا. أقول، الطفل سنفور جائع. بابا سنفور، سأعود إلى المنزل الآن. أقول، هل أردت أن... حسناً، لقد طفح الكيل. وضعني بابا سنفور المسؤول الرسمي عن هذه الاتصالات، ومهما كنت... أو لا، بابا سنفور، ماذا فعلت؟ أنا أتعاطف مع مشكلتك يا مفكر، وبما أن الليل قد حل أصلاً، أريد منك إخفال كل خطوط الهاتف حتى الصباح. والآن عمتم مساءً يا سنافر الصغار. بابا سنفور، لم أقصد أن... عمت مساءً يا مفكر. عمت مساءً بابا سنفور. عمت مساءً يا أكون. عمت مساءً يا سنفورة. أنا أكره المساء. يا للهول، نام أولئك السنافر الكريهون يا هلهول. حسناً، من الأفضل أن أرتاح أنا أيضاً قليلاً. ما هذا الصوت؟ وكأنه صوت دب كبير. بابا سنفور، هاي سنفر عن الصراخ، نريد أن ننام. كسلان، أوقف هذا الشخير المزعج في الحال. لست أنا بابا سنفور. إنه صوت دب. هل أنت مستيقظ بابا سنفور؟ إن لم أكن مستيقظا، فقرعكم على الباب وصراخكم أيقظاني. حسناً يا سنافر، فلنقطع تلك النبتة. سنقطع كل جذورها. لا، اذهبوا إلى حيث ينام الدب واقطعوا تلك الأزهار. حسناً يا بابا سنفور. قد أحاول تحضير يخنة السنافر. بابا سنفور، النجدة، إنه شرشبيل.
لا تقلقوا يا سنافري، شرشبيل يخاف كثيرا من الحيوانات ليتنزه وحده في الغابة ليلا. بحسب شاطر بلغت النبتة قصر شرشبيل، وما سمعتموه لم يكن إلا صوت شرشبيل وهو نائم. تناول فطيرة السنافر يا ألهول قبل أن أرأيتم؟ لا مزيد من صوت الشرشبيل. بابا سنفور، أين قوي وملاحق وفلاح؟ أرسلتهم للبحث عن الدب الذي يشخر. شرشبيل؟ أوه لا، قد أكون أرسلت هؤلاء السنافر الشجعان إلى فخ. لقد سنفرنا طوال الليل يا سنافر. هل رأيت الدب؟ هذه النبتة تغطيه بالكامل. أين رأسه يا ترى؟ ها هو. هيا أبعد هذه الأزهار عن أنفه الكبير والطويل. أنفه الكبير والطويل؟ هذا سنفور، بسرعة يا هلهول، إنه شرشبيل. أوه يا لهذه النبتة الغبية، أوه إنهم يهربون يا هلهول. مهما فعلنا يجب ألا نقودهما إلى القرية. أيها السنافر، أينما تذهبوا كل ما علي فعله هو اللحاق بأصواتكم التافهة. إلى الأعلى. لقد قبضنا عليهم الآن يا هلهول، مستحيل أن هلهول أنزلني يا هلهول. أيها الهيرو الغبي، أين أنت؟ لم نجدهم في قصر شرشبيل ولا حتى في انظر بابا سنفور، هذا بابا سنفور. بابا سنفور، لم يكن ما سمعناه شخير دب، بل كان أعرف، لقد كان شرشبيل. اسمعوني الآن أيها المشتركون، بما أن أي سنفور لم يتمكن من النوم طوال يومين باستثناء كسلان طبعاً، أعطى بابا سنفور هذا اليوم عطلة. والآن بما أنني حصلت على انتباهكم سأقرأ عليكم القواعد الجديدة لاستخدام هذا الهاتف. والآن القاعدة الأولى. ما هذا الصوت؟ هذا صوت نهاية هاتف السنافر. أليس الهدوء مصنفراً؟